بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، راكم جيناكم فيديو جديد تاني. الفيديو هو الانثى دارت العش، بنات العش كما درتها في الفيديو خطرة اللي فاتت، طلعته وجداته كاع. وعاود جيت نهار كنت في الخدمه كي عاود وليت صرت العش ما كاش في العش صيبه، وقلعته كاع قاسته ولات تذكر قاسها هنايا. تما كيما نقولوا راهي تعاود تبني فيها، ولا تعاود تبني فيه ثاني. دارت هذه خطرة ثانية العام اللي فات، وزاد ثاني سنة ثانية عاودتها، ما على باليش لا الأنثى باسكو ما كنتش هنا، هي الأنثى قاسته، هي الذكر قاسو العش. هنايا هنا تقول هنايا ما على باليش، الأنثى راهي واجدة باسكو هي اللي بناته، صافي دير هنا راهي واجدة، صافي دير هنا الذكر ما راهش واجد، هو راه يخرب لها في العش، حتى يزيد يوجد، يزيد يعاود يبغى يزيد يكوبليها، باش تعاود تبني العش تاعها باش يربح لها الوقت. شوف هنا كي تكنت هنايا هاد العملية صافي دير هنايا، كي تخلي الذكر والأنثى يفوتوا غير الريش مع بعض. شوف كي يسرى يسرى هذا واللي يسرى، يعاود يقيسوا العش. أنا عاود طلعت القش العش تما حطيته من الفوق، راهو هناك كيما راكم تشوفوا فيه هنايا، فوالا عاود رفدت كاع قصرهم تماك، فوالا باش ما يوليش شي حاجة كي يديروا البلاص تاعهم عليه وكاع، فوالا عاود رفدت تما قصته، فوالا بناتها راهي تعاود تبني فيه، تعاود تسقم فيه. الذكر ثاني شويه راهي الاخر فيها شويه باقع كيما نقول، شويه دابزه شويه بصح صافا، بصح راهي غالباتو باسكو راهي باش تبنيه. هنا انا هنا شندير ما ندير لا سيباراسيون لا والو، نخليهم حتى يوجدوا. هي راهي واجده والذكر تما راهي كيما نقولوا على خرب العش تاعو، صافي دير هنايا ما كاش واجد، ولا بغى يعاود يزيد كوبليها. هذه وحده من هذه كيما نقولوا، يا هذه يا هذه. المهم هنا تما كيما نقولوا يعاود تبني في العش، ونشوفوا هنا ثاني نشوفوها اش غادي دير دروك. هيا هي شو كريم لاغور، هو راه يروح للعش، هي دروك تعاود تلحقها ما تخليش ثاني تحاوزها، عارف اللي تنفذ الاخر وتعاود تروح تبني هنايا. تما الذكر هنايا هنا تما كيما نقولوا يا وجد دروك في الزوجه هذه، الى ما عاودت الى عاود قاس العش ثاني هو، باسكو هي الانثى راهي تبني راهي تخدم فيه. الى هو قاسه كيما نقولوا الى هو قاسه صافي دير مازال ثاني مازال ما يوجد. فوالا هنا نخليهم على راحتهم برك، هذا ما كان ما نتعاملوش معاهم، خليهم كيما نقولوا على راحتهم. كاين اللي يحسب كيما نقولوا على قاسة العش، بالك العش ما بناتوش غايه ولا ما دارتوش غايه، هي كي تبني العش تاعها تبني غاية الغاية، موالفة كيما نقولوا، هذه ماشي كيما نقولوا، هذه ديجا كيما نقولوا دارت فراخ، هذا العام الزوج تاعها ثاني، فوالا تسمى تعرف تبني العش. وحدة كيما نقولوا جديدة ولا أنت بكرية ولا هنايا تما كيما نقولوا بالك هكا، بصح كي تكون أنت ماشي بكرية صافي دير هنايا تتعامل معها، صافي دير هنا من الذكر. أنا شنو نديرو نخلوها هنايا الذكر شوية، كان شوية هذاك هذاك كي مشي من الدابزة غير تماك هكا شي حاجة كبيرة راه مبيع. أنا ما نذكر ندير سيباراسيون، قادر ندير سيباراسيون بصح أون سي جامي، بالك يعاود يزيد يكوبليها، بالك يزيد يعمرها غايه. هذه اللي الاخرى هذه الطريقه كي واحد هنا يتعامل مع ذكر وانثى كيفوتوا غير الريش مع بعض. هذه الحاجه الشابه اللي هنا كيما نقولوا نتعاملوا معها، ورانا رايحين غير بشويه معها. فوالا هذا هو الفيديو زعما كيما نقولوا اللي درناه كيما نقولوا. هذا تما لاحظت هنايا ملاحظه زعما كيما نقولوا تاع تخريب العش كيما نقولوا، ما خربتوش رفدوه كاع قاسوه، فوالا كيما نقولوا قاسوه كاع في الارضيه تاع الاخرى. انا هنايا كنت قادر نخليه في الارضيه بصح رفدته وحطيته لهم تماك، صافي دير هنا خليها، وراهي وين هنايا راهي تعاود فيها ولا، وهو راه ياكل وهي راهي تسقم فيه. ديجا راهي كيما نقولوا راهي في النص دوراته بصح مازال ما تفينيه، فوالا تما راه باغينا من الغدوة يكون فيني. فوالا والحمد لله، وان شاء الله كيما نقولوا ان شاء الله كيما نقولوا ان شاء الله يخرج البيض مخصب، حنا هذاك اللي نحوسوا عليها. فوالا التربية رانا واجدة، هي راهي 100% واجدة. الذكر نورمالمون سي بون صحيح ثاني وجد، بالك وجدت هي قبله. فوالا حنا اش نديرو هنايا، نصبروا شوية ثاني ونشوفوا من الغدوة ما غاد الى ما عاودش خرب العش كيما نقولوا الذكر، باسكو راه يروح لها شويه بزاف الشتاء، يروح لها بزاف ولا هو يروح لها بزاف العش، ونشوفوا وراه خفيف هو. فوالا وكاش فيديو ولا واحد اخر ان شاء الله مع الايام ان شاء الله كيما نقولوا ان شاء الله التقسيم، وان شاء الله كاش فراخ ولا ثاني نوريهم لكم ان شاء الله كيما نقولوا حاجه بحاجه. فوالا
وان شاء الله كما نقولوا ولا ما تنساوناش غير بالاعجاب والاشتراك والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله خاوتي. ولا ولا كاش حاجه جديده ولا راني نحطها لكم ما نبخلش عليكم الا في الفيديوهات القصيره ولا فيديوهات طويله ما بلاص ما من القطط. عندي زوج قطط فوالا مال هنايا عادي عايشين معاهم هاو الا كتفي واجدات ولد كيما نقولوا انت راهي تولد قطط ما يحوسوش عليهم فوالا توالفوا معاهم والحمد لله. وان شاء الله في فيديوهات اخرين ان شاء الله. والسلام عليكم خاوتي في الامان في امان الله.